طب اسلام، يعني صوره زي دي بتاخد معاك وقت قد ايه؟ والله هو الموضوع في استجلاب الفكره بيبقى اكتر، يعني انت مثلا ممكن تقعد تحضر للفكره فتره كبيره، تشوف المسرحيه مره واثنين وثلاثه، تشوف حركه جسمهم ازاي، بيتفاعلوا ازاي مع بعض، الديكور ورا، شكل الالوان. طب انا هقف عند الحته دي. يمكن يا اسلام انت قلت لي ان انت بتجمع العناصر كلها في رسمه واحده، ليه بتتفرج على المسرحيه اكتر من مره؟ ليه بتركز مع الحركات مع ان هي ممكن تبقى رسمه الهدف منها مثلا تخليد مسرحيه علمت مع المصريين بشكل كبير جدا، مسرحيه كانت كوميديه حلوه قوي، ناس كانت بتضحك كل ما بتتفرج عليها، ليه بتركز في التفاصيل اكتر؟ ما هو حاله النستولوجيا دي بتبقى عنصر من العناصر. لازم ان انا اقدم اللوحه متقنة، يعني العناصر مسلمة بعضها ازاي جوه اللوحة، الفوكس فين والان فوكس، الالوان وورم او كولد، كل ده انت ما بتشوف في الاخر كمشاهد اللوحة دي ممكن ما تاخديش بالك شوية من الموضوع ده، بس هو بيخش على طول يعني عندك على الصميم. بالظبط، بس انت عندك تفاصيلك الخاصة. بالظبط كده.